أسعار البيض. في الفاروق بيض أحمر مغلف 30 قطعة عامل 171 و75 قرش، وفي أبيض 30 قطعة عامل 169 و75 قرش، في بلدي 10 قطع عامل كام؟ 69 و75 قرش. ده بلدي 10 قطع. وفي أحمر 15 قطعة مغلف عامل 121 قرش. في بيت السمان ده 12 قطع عامل 17.5، لا 17 75 12 قطع. ده بيت سمان في اللوتس بيض حيوي احمر 30 قطع عامل 171 و75 قرش، والفاروق نفس السعر. اللوتس ابيض حيوي 30 قطع عامل 169 و75 قرش. اللوتس بيض بلدي حيوي 30 قطع عامل 171 و75 قرش. يبقى اللوتس نفس اسعار الفاروق في البيض. فنيجي هنا مزارع جينا، ده سمن بقري 600 جرام عامله كام؟ عامله 325. في بونو ده 800 جرام عامله 300 سمن طبيعي. وكاتيلو سمن بلدي طبيعي 900 جرام عامل 393. دي زبده، في زبده مستحلبه الكيلو عامل 130، والبلدي او الطبيعي الزبده الطبيعي عامله 240. شيدر مبشور، جبنه شيدر مبشور كيلو عامل 52. نيجي بقى هنا شطوره، ده سمنه جاموسي خليط 700 جرام عامله كام؟ 185. وجاموسي طبيعي 700 جرام عامله 315. شطورة بقري خليط 700 جرام عاملة 168. في ملكي ده سمن بقري طبيعي 700 جرام عاملة 295. الفتح سمن جاموسي 400 جرام عاملة 168. والفتح سمن بقري 400 جرام عاملة 150. كاتيلو 450 جرام عاملة 207.5. وملكي 400 جرام عاملة 179. في حجم من مزارع جينا بقري، ده حجمها قد ايه؟ 275 جرام عامله 162. عرض على الاصدقاء، ده سمن جاموسي 900 جرام عامله 365 بدلا من 375. في ويست جولد ده زبده نيوزيلندي كيلو عامله 450. فيرن الكيلو عامل كام؟ 139. اسكندرية ده 450 جرام عاملة 165، ده بقري. وفي اسكندرية بقري 700 جرام عاملة 248. بصوا اسكندرية جنب بقري بس. الرنجة بكام؟ الرنجة بالوزن عاملة 180. رنجة كده بالوزن عاملة 100. روز جاردن ده سمنة طبيعية 700 جرام عاملة 275. وفي منها البقري عاملة كام؟ عاملة 700 عاملة 245. الحلوب المثالية 800 عاملة 369. فرن 700 عاملة 363. في فرن 450 عامله 245. وفي فرن الكيلو 400 عامله 734. جولدن ميكس سمن خليط 700 عامله 113. بالنار ده سمن نباتي 500 عامله 50. جنه 700 عامله 95. روابي 700 عامله 95. في الهانم ده كيلو ونص عامله 175. يبقى الهانم كيلو ونص عامله 175.
كريستال السبعمية عاملة 93، كريستال الكيلو ونص عاملة 185، والاتنين كيلو ونص عاملة 299. روز جاردن ده لبن بودر كامل الدسم ربع كيلو عامل 89، 400 جرام عامل 148. وفي 300 جرام من رومينو، 300 جرام عامل كام؟ 104، ده كامل الدسم برضه. طب ميرو عامل كام؟ مفيش سعر الميرو؟ في ميرو لايت ده 700 جرام عامل 155، 155 700 جرام لايت، مفيش منه الا اللايت بس خلي الدسم. كده هنشوف اسعار الفوانيس. الخشب ده عامل كام؟ 225 ده كده. العياشه دي عامله كام؟ عامله 108 العياشه دي. الخياميه المدفع ده كده عامل 121.5. ده الستوك ده عامل 303. اللي بعديه ده عامل كام؟ عامل 238، وده كده عامل 303. في ده كده عامل 317. كبير خالص ده عامل كام؟ 307. الخيامية الكبير ده عامل 148. ده عامل كام؟ ده 50 سنتي عامل كام؟ عامل 275. ده شكل، ده شكل سداسي. بس ده جميل ب 250. ده كده 250. ده شكله، ده كده ده هلال وفانوس عامل 400 جنيه. ده كده ده خشب شكله جميل قوي، ده 325. ده عامل 117 بسكوري ده. والخشب الامدان ده عامل 171. الصغير ده 128. والفسفوري ده عامل كام؟ عامل 117. في الكشمير ده 171. الصاج الصغير ده عامل 71. والقماش الخامية ده دي فوانيس كده مزغرفة عاملة 100 جنيه. الفوق دي برضو كده 100. دي كده البلورة دي عاملة كام؟ عاملة 259. غالية قوي 200. هو البط الكيلو العيب الفريش كيلو 135. البط حسب ما بتطلع، يعني اللي قدامي دي عاملة 3 كيلو و 340 جرام عاملة 450. 450. في مفازة دبابيس كيلو عاملة 172.5، دبابيس بس. وفي مفازة أوراك كامل الورك كامل الكيلو عامل 156.5. دي بيبقى فريش، دي كده دبابيس الفريش، ودي الأوراك الفريش من مفازة. الكيلو الوراك عامل 156.5، والدبابيس 172.5. طب الكبد والمقوانس، الكبد صافي من المفازة نص كيلو عامل 81. كبد القوانص عاملة كام بقى؟ مش مكتوب كبد قوانص. والبانيه قلنا عامل 255. اصغر واحدة دي كده عاملة كام؟ 385. 351.
عامله قد ايه بقى دي؟ عامله 2 كيلو 600 جرام. هو حلو ده كده اللي هو بيتشال عشان رمضان كمان، وكمان حلو ان هو واللي هو فريش كمان، ممكن يجاب كمان لو يتشال رمضان. كيلو 135؟ اه بتبط حسب ما تدفع بقى وزنها. انا شايفين عندي 400. اسمه بقى البلدي، اللحوم البلدي، كبده شنبري بلدي عامله 477. اللحمه المفرومه دي عامله كام؟ 375. 375 دي البلدي، دي مفروم مخصوص. الصدق عامل كام؟ الصدق عامل 370. 360. 360 الصدق. البرجر 355. البرجر 355. الكفته عامله كام؟ الكفته، الكفته عامله 355. الكوارع عليها عرض النهارده، الكوارع عامله 325 وبعد 350 صح؟ 75. 325 دي وبعد 375 كوارع دي شمبري. والكبده دي عامله 477. 477 المخ بقى وكده مش عارفه. سألت لكم عن المخ عامل 270، يبقى المخ 270، الكبده 477، الكوارع 325.